حضارة مختلفة قديمة، أول شعب اكتشف إن فيه إله، ده برضو مسألة. أول شعب قدس المرأة، خد بالك إن ده معنى من معاني الحضارة، أن تقدر المرأة، أن تقدر الجنس اللي دايماً دايماً متخط، ودايماً في ثقافات أخرى، يعني في ثقافة الصين والشرق الأدنى بتلاقيهم كانوا بيحطوا لهم بيصبوا لهم جزم حديد بسلاسل عشان ما يخرجوش من بره، يعني الحديد الجزمة اللي هي لابساها الست قعدت لقرون عديدة تساوي نصف وزنها عشان ما تقدرش تخرج من البيت. في ظل ان المرأة المصرية ديت من يوم كده من ليلة الدخلة، ليلة الدخلة يعني ايه؟ ليلة فجر الحضارة او فجر الضمير الإنساني في مصر، خرجت تعمل حضارة زراعية، أقدم حضارة زراعية في التاريخ، وتشيد وتبني مع المصري، ثم تحكم المصريين امرأة، ثم عندما يختاروا آلهة يختاروا آلهة أنثى إيزيس وآلهة الخصوبة وآلهة النماء وآلهة كل الآلهة في ما قبل الجيوش النظامية كانوا امرأة. معلش ده استطراد يعني، لكن أنا اللي أنا عايز أقوله لك إن الحضارة المصرية مختلفة عن أي حضارة أخرى، عشان كده التوقيتات بتاعت المصريين هتلاقيها مختلفة، طريقتهم في التعاطي مع المشاكل العالمية مختلفة. انت عارف التطرف اللي احنا بنعاني منه مثلا دلوقتي، التطرف ممكن تكون بذرته الفكرية تيجي من أرض مصر بس ما ينموش على أرض مصر.